تاكلز المباراة. نخش بقى على اخبارنا النهاردة بشكل سريع جدا. ثنائي فريق وادي دجلة، كريم الدبس واحمد الشريف، يقتربوا من الانتقال الى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. صحيفة ساندي وورلد الجنوب افريقية بتؤكد ان ايام بيتسو موسيماني في النادي الاهلي اصبحت معدودة، وان هناك غضب كبير من مجلس ادارة النادي الاهلي على مستر موسيماني، وان هناك غضب اكبر من جمهور النادي الاهلي على مستر موسيماني. واستطردت صحيفة ساندي وورلد، وخلي بالكم من حاجة، يعني انا دايما ليا مبدأ كده ان مفيش دخان من غير نار، والصحف الجنوب افريقية بالتأكيد بتبقى ليها مصادرها الموثوقة منها من الراجل بتاعها، يا اما من الراجل بتاعها يا اما من المساعد بتاعه يا اما من المخطط الاحمال يا اما من محلل الاداء، يعني فالحاجات دي ما تفوتش عليكم. يعني ايه فوتت الكرام؟ موسيماني بيطير لجنوب افريقيا لقضاء اجازة ويعود يوم الاحد، يعني برضو يعني هو مسافر عشان يقعد يومين بس ويرجع الحد. وعلى فكرة الرحلة من هنا لجنوب افريقيا شاقة جدا، رحلة من هنا لجنوب افريقيا رحلة شاقة جدا، يعني تقريبا بتخش لك في 7-8-9 ساعات حاجة، ده لو دايركت اتصور كده، يعني انت بتقطع القارة كلها بالطول. جنوب افريقيا اخر دولة في القارة من تحت في الجنوب، ومصر اول دولة فوق في الشمال، فانت بتقطع قارة افريقيا كلها اعتقد 7 ساعات أو 8 ساعات حاجة كده يعني تقريبا، يعني فاعتقد 18 ساعة. محمود الجنرال بيقول لي 18 ساعة، 9 ساعات مباشر من القاهرة، 8-9 ساعات مباشر، يعني هي الذهاب بيبقى وقت ورجوع بيبقى فيه فترة على حسب اتجاه الريح، يعني لو انت رايح مع اتجاه الريح مثلا 8 ساعات وانت راجع بتبقى 9، والعكس صحيح، لو انت رايح 9 الرجوع بيبقى ايه؟ بيبقى 8، ايوه 8 ساعات الجنرال بيصحح. يعني خلونا نقول ان الراجل قبل ما يمشي طلب من موسى مطالبة محلل الأداء، موسى مطالبة محلل الأداء، تقرير وافي عن فرقة الحرس الوطني بطل النيجر اللي النادي الأهلي هيلعبهم يوم 16 أكتوبر القادم في افتتاح مشواره ببطولة أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة 2021-2022. عمار حمدي بيرد ببيان على صفحته الرسمية على فيسبوك على شائعات التمرد بتاعه. طبعا بعض الإخوة الأصدقاء يعني الصحفيين أو الإعلاميين، خلينا نقول الإعلاميين يعني لأن الصحافة منهم براء، وصفوا حزن زعل عمار انه يعني اتخانق بقى وعمل مشاكل وبتاع ومش عارف مفيش الكلام ده. فعمار حمدي النهارده بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام المنتشر في الفتره الاخيره عشان انا مش بشارك في المباريات واني بعترض على النادي الاهلي وبتشرط عليهم، الكلام ده مش صحيح، انا بجتهد وسايب الباقي على ربنا، انا تحت امر النادي في اي وقت ومش ممكن اتشرط، والكلام ده لاني من ابناء النادي وقبل ما اكون لاعب فانا بشجع الاهلي من صغري وبحبه جدا وبشكر كل جماهيره لان هم السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، مهما اتكلم عنهم مش هقدر اديهم حقهم. ده بيان عمار حمدي اللي بينفي فيه جملة تفصيلا انه ممكن يكون اتشرط على النادي الاهلي او اتمرد على النادي الاهلي. عمار حمدي لعيب زي ما انا قلت لحضراتكم كده، وافتكروا دايما يعني وانت قاعد بتتفرج عليه كده افتكر وقول لنفسك اه والله الكابتن تامر عبد الحميد كان قايل على الولد دوت انه عالمي من ايام ما كان في الاتحاد السكندري،
لما تشوف عمار حمدي بيتألق كده افتكر وقول والله الكابتن تامر حميد قال الكلام ده، وقال انه اول صفقات النادي الاهلي في الميركاتو اللي هو اول واحد هيرجع من الاعارات وهيتم الايه الاعتماد عليه خلال الفترة اللي الجاية، خاصة كمان بعد الهبوط شوية في مستوى قفشة. لما يبقى بقى نجم مصر الاول في الحتة دي ويبقى هو البلاي ميكر رقم واحد اللي موجود في مصر في الحتة دي، تبقى ايه يعني بقى افتكرنا كده هو بدعوة ايه كويسة. جونيور اجاييه زعلان غضبان متضايق من وجوده على قائمة الانتظار في النادي الاهلي. منتخب تونس بيستدعي علي معلول وليه لا استعدادا لمباراتي موريتانيا.